حلقتين على انتهاء مسلسل القضاء، المسلسل الأقوى دراميا هذا الموسم. إعلان الحلقة اللي قبل الأخيرة نزل دلوقتي، والإعلان يعني محمس للحلقة بشكل كبير. بيستمر معانا القضية اللي هم عاملينها، مش هنقول إنها حشو الأحداث، ولكن يعني لوجود تشويق وإثارة للأحداث. هيطلع للبنت بعد ما اكتشفنا إنها هي اللي بتسمم الناس، وإنها هي اللي كانت عايزة تسمم جيلين، هيطلع لها شريك في الجريمة، وبالتأكيد الشريك ده هو هيبقى هو والدها، إن هو معاها مشترك في الجريمة عشان هو متأثر برضه بموت ابنه، وهو اللي بيعمل معاها الجرائم دي انتقاما لموت ابنه، وهو اللي قتل كله، هو اللي كان عايز يقتل جيلين. فهي هتهددهم ان في شخص تاني هيموت، من الواضح ان ده اللي هيحصل في الاعلان، ومن الواضح كمان ان هيبقى في طلب من شنار لماتين، وماتين بعدها بيتصدم من الطلب ده. اكيد الطلب ده هيبقى ليه مغزى برضه معانا في الاحداث، ولكن الاهم من ده كله هو ان خلاص يعني، وزي ما توقعنا، جنيد هو اللي هيبقى العلامة الفارقة في موضوع يكتا، وان هو هيقول لجيلين ان شنار بريء الحلقة اللي جاية. وطبعا ده هيبقى هو مشهد في اخر نص ساعة او اخر تلت ساعة، مش بعيد يكون مشهد في اخر الحلقة تماما، انه جيلين هيقول لها. طبعا زي ما هي قالت لنيفا، واتفقوا مع نيفا ان نيفا هتحاول تعزمه على العشاء، وان هما يتكلموا مع بعض، فجيلين هي اللي هتقعد معاه وهتتكلم معاه. واضح جدا تأثر جيلين بالموضوع، لان جيلين كان خايف على مهنته وخايف على الكارير، والمشهد اللي حصل مع يكتا والمشادة اللي حصلت ما بينهم. فبالفعل قعد مع جيلين وبيتكلم معاها، وهيقول لها يعني الاعلان اللي هو بيقول لها في حاجه انا مخبيها عليكي، حاجه انت لازم تعرفيها. وهي اتصدمت بعدها، فوش هيقول لها ان شنار بريء وان سردار هو اللي قتل، عشان كده هي هتتصدم صدمه كبيره جدا، هتصدم صدمه عمرها، يعني الجاز طلقته على الفاضي. يعني شنار دي يد في الموضوع، متين هو اللي درى الموضوع، لكن بريء في الاول وفي الاخر، كان لو ما كانش سردار قتله كان هيبقى ابوها عايش. فده اللي احنا هنعرفه الحلقه اللي جايه، ويبقى الحلقة قوية جدا. يعني الإعلان التاني أكيد هيجيب لنا برضه بعض اللمحات عن الحلقة وبشكل كبير، بس أنا حبيت أتكلم عن الإعلان ده لأن الناس كتيرة بعتت لي عشان نتكلم. فهو ده الطبيعي بقى، خلاص ده جنيد هو اللي هيبقى العلامة الفارقة، وبدأت خلاص النهاية مفاتيحها واحدة واحدة بتتعمل. وزي ما قلت، افتكروا يعني، وتحليل الحلقة هتلاقوا أسبابكم برضه، لينكها في الديسكريبشن، إن الجريمة هتبقى ملهاش علاقة بخلاص، يعني ملهاش علاقة زي ما قلنا بالموسم، أحداث الموسم ده، إن الجريمة هتتقفل، إن في جريمة بالفعل، ولكن هنعرف احداثها بقى ايه في الموسم اللي جاي. انتظار الاعلان التاني لما ينزل ان شاء الله، ولما ينزل كان في حاجه جديده هنتكلم عنه، حتى لو فيديو سريع كده. يا ريت تعمل لايك وشير للحلقه، وتقول لي توقعاتك للحلقه في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات وتعمل لايك للحلقه، ونشوف حلقه جديده.